الواضح أن رفض ارتداء الكمامة والتذمر منها انتقل من الأرض حتى إلى الجو بعد أن رفض أحد ركاب رحلة أمريكان إيرلاينز ارتداءها عقب إقلاع الطائرة التي كانت متجهة من ميامي إلى لندن. شركة الطيران الأمريكية كشفت أن الرحلة التي كانت تقل 129 راكباً عادت إلى ميامي، حيث كانت الشرطة في انتظار امرأة في الأربعينيات رفضت ارتداء الكمامة. ما اضطر قائد الطائرة إلى الهبوط اضطرارياً بعد أقل من ساعة على إقلاعها.